طبعا بطولة مش مش سهلة يعني أنت بتلعب مع فرق ذات باع كبير جدا وعندهم نجوم كبار جدا البطولة مش, مش بالسهولة اللي احنا نقدر نقول لا البطولة لازم نعرف الناس أن البطولة مش سهلة بطولة وخصوصا أن أنت في 2000 في 86 في و2006 كسبان بضربات جزاء يعني لاعب المباراة النهائية ما كسبتش المباراة النهائية ولعبت ضربات جزاء فخلي بالك يعني لازم نحط الناس في الصوره صح ونقول لهم ان البطوله مش سهله وان كل شيء وارد ولازم نحضر جماهيرنا لان هو عليهم دور كبير جدا في انه يطلع البطوله بشكل كويس جدا. الدوله اكبر مسؤول في الدوله النهارده مهتم بان البطوله تخرج في احسن صوره ليها. وبالتالي لابد ان الناس كلها تبقى ملتزمه لابد ان فعلا تخرج من الناحيه التنظيميه من الناحيه الفنيه من كل شيء تبقى في احسن يعني صوره ليها. فلا البطوله مش سهله، البطوله فيها فرق زي سنغال وزي نيجيريا وزي غانا وزي المغرب وتونس، فرق تقيله والعمليه مش سهله لكن في نفس الوقت احنا فرقتنا ان شاء الله جاهزه وباذن الله جمهور والملعب معاك باذن الله يبقى عامل مساعد ومؤازر لمنتخب مصر